صباح الخير أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة وبرنامج مع كل الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، صدق الله العظيم. أول كلمة جت في القرآن الكريم هي اقرأ، وده دليل على أهمية التعليم وأهمية القراءة. النهاردة موضوع حلقتنا هيكون عن التأسيس، وكلنا عارفين أن مرحلة التأسيس وهي ما قبل التعليم الإلزامي هي مرحلة مهمة جدا، وزي ما بيقولوا كده التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. وعشان كده والأهمية الموضوع ده هنتكلم فيه مع ضيفتي اللي منوراني في الاستوديو، الأستاذة غادة قايد، أستاذة اللغة الإنجليزية والتأسيس والشهيرة بغادة رشيد. والحقيقة كان لها المقدرة على اكتساب قلوب أولياء الأمور، وحصلت على جائزة أفضل معلم لعام 2021 و22 و23 على التوالي. تعالوا مع بعض نرحب بيها. اهلا بيك استاذه غاده. اهلا بحضرتك استاذه رشا، نورتيني. انا اكتر بجد وفرحانه جدا وسعيده ان انا مع حضرتك النهارده. تسلمي يا رب. في البدايه استاذه غاده، ايه هو تعريف التاسيس او ما هو التاسيس؟ مصطلح التاسيس، التاسيس هي مرحله ما قبل المناهج الدراسيه، هي تعتبر اهم مرحله بيمر بيها الطفل او الطالب في رحلته الدراسيه. هي مرحله ما بتبقاش مرتبطه بمنهج دراسي معين، لكن هي مهمه جدا بالنسبه للطفل او للطالب بوجه عام. طبعا انا بشبه التاسيس بالنسبه لي انا هي بيبقى حلقات، ولو حدث خلل في حلقه معينه بينهار التأسيس. طبعا التأسيس في كل حاجه في حياتنا، ما بيبقاش بالنسبه للدراسه فقط، لا بيبقى برضو في الطعام، في كل شيء. يعني لو مثلا عندنا مبنى وحصل اي زلزال والمبنى ده وقع، فيقول لك لا ده مش متاسس صح، فلازم يتاسس صح علشان خاطر المبنى ما يتاثرش باي عوامل خارجيه. فهو التاسيس مطلوب في حياتنا في كل شيء بنمر بيه، مش بالنسبه للدراسه فقط، لا هو التاسيس لازم يبقى صح في كل حاجه. فلو هنقول مثلا في الدراسة، المرحلة دي مهمة جدا لبناء مستقبل الطفل، مهمة جدا لبناء مستقبل الطالب، مرحلة مغيبة بالنسبة لأولياء الأمور للأسف. طيب حلو جدا، هي فعلا مرحلة مغيبة، ولكن بما ان حضرتك قلت لي ان هي دي مرحلة مهمة للطفل في كل شيء مش بس في الدراسة، فانا عايز حضرتك تكلميني عن علاقة التأسيس بنفسية الطفل، بما ان احنا بنأسس برضو نفسية طالب او طفل. طبعا يعني السؤال ده مهم جدا، وانا صادفت كتير من طلبه اثروا فيا. يعني انا عايزه فعلا اتكلم عن النقطه دي. كان في طالبه صادفتني، الطالبه دي كانت كبيره في السن، يعني مش صغيره مثلا انها تتاسس وكده، كانت في ثالثه اعدادي. جت مامتها بتقول لي انا بنتي ما بتعرفش تقرا وتكتب، وباباها بيعنفها علشان طبعا هي في ثالثه اعدادي وكده ومش بتعرف تقرا وتكتب. قلت لها طب ممكن اقعد معاها. اما قعدت مع الطالبه وكده واتكلمت معاها اكتر، طبعا هما كانوا بيودوها لدكاتره نفسيين لاخصائيين وكده. طبعا هو الدكاتره النفسيين طبعا مطالبين في حياتنا اليوميه لو احتاجنا، بس انا برضو حبيت ان انا قلت لها بس انا عايزه اقعد معاها، ان جايزه اكون شايفه حاجه وكده، فنوقف بقى دكاتره، نوقف اخصائيين، وبلاش استفزاز مادي. قعدت مع البنت اتكلمت معاها، قلت لها انا صاحبتك، انا مش الميس بتاعتك، ممكن تكلميني عن مدرسينك، عن حياتك، عن حياتك العلميه. ايوه البنت ارتاحت لي بصراحه واتكلمت معايا، قالت لي انا الكلام ده ممكن اكون ما قلتهوش لماما قبل كده، انا كانت الميس بتاعتي وانا صغيره كان ممكن اما بغلط بتضربني بالقلم. يعني هو ده اللي فعلا اثر عليها نفسيا. اثر عليها نفسيا. كان ماما تطلعني من عندها، لاني انا بصراحه انا كنت كل ما اجي اقعد اذاكر افتكر عنفها عليا، فمش عارفه اذاكر. وتروح لميس ثانيه هكذا العنف. طب انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه. الطفل العالم اللي هو بيبقى فيه هو صغير عالم لعب، عالم تنطيط. بيتفرج على التلفزيون طول الوقت، انا عايزه انقله لعالم الدراسه. طيب اما اجي انقله لعالم الدراسه افاجئه بالعنف؟ لا، طب ما في رفقه. طبعا ما هيتفاجئ بعد كده ان العالم ده لا مش 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 العالم اللي انا عايزه، لا ارجع للعالم بقى بتاعي التاني، اللعب، مش عارفه اذاكر. غير كده الطفل ما بيبقاش عنده ثقه بنفسه نهائيا،
بيهتز نفسيا، ما بيبقاش عارف يذاكر، خلاص اتعقد، اتعقد من المادة الدراسية. اما جت اتكلمت معايا انا عرفت ان الفجوة كانت هنا. هي طريقة التعامل معاها، طريقة التعامل، نفسية البنت كانت متأثرة جدا. قلت لها خلاص ممكن ننسى اللي فات، ممكن نبتدي صفحة جديدة، هنتعلم براحة خالص. عدت لها التأسيس من الأول خالص خالص، كأنها بتتعلم لسه من أول الحروف. علمتها تأسيس إنجلش وتأسيس عربي. بصراحة ما شاء الله عليها دلوقتي، ربنا يسعدها ويصلح حالها يا رب، اللهم آمين. وأنا بوجه لها تحية دلوقتي لو هي بتشوفني، بقول لها انت انسانه جميله جدا وطالبه ناجحه في حياتك. الحقيقه انا اللي بوجه لك التحيه انك تكوني كمعلمه، وطبعا المعلم هو قبل ما يكون معلم هو مربي، لازم يراعي قبل ما يدي الماده العلميه يراعي طبعا نفسيه الطفل ويربيه تربيه سويه. طبعا طبعا. هي دلوقتي خلاص الحمد لله تخطينا مرحله التاسيس، ومامتها دايما بتكلمني تقولي لا هي دلوقتي ماشيه في الدراسه، الا يعني مش زي الاول، بس الحمد لله تعدينا مرحله حلوه جدا، بقينا افضل كتير. بقينا افضل الحمد لله. فهي النفسيه عامل كبير جدا بالنسبه للطفل، بالنسبه للطالب. علاقه وثيقه. بوجه رساله لكل ولي امر، نحاول برضو ان احنا نشوف مدرسين اولادنا، نتابع معاهم، نسمع اولادنا ايه مشكلتك مع المدرس، طيب بيعلمك ازاي، يبقى عندي وعي، هل بيعلمك بطريقه صحيحه بطريقه سليمه، يكون عندي وعي. يبقى في النقطه دي بقى استاذه غاده كلميني عن الطرق الصحيحه للتاسيس. الطرق الصحيحه للتاسيس، نبتدي بالتاسيس لغه انجليزيه. في منهج بريطاني اسمه جولي فونكس، ده منهج اللي ابتكرته معلمه بريطانيه اسمها سو لايت، كانت يعني بتبقى ماشيه بالمنهج بتاعنا بتاع زمان، بس ما كانش فيه استجابه على قدر الامكان بالنسبه للاطفال. بس وضحي لي هو المنهج بتاعنا بتاع زمان. هقول لحضرتك بالظبط كده، زمان كان ماشيين بالتلقين والحفظ، نشوف الكلمه الميس تقول لنا عليها نقعد نقولها وراها، كانت قطه تفاحه ابل جميل، ونقعد نقول ونعيد ونقول لحد ما نحفظ الكلمه، التلقين والحفظ. طيب المنهج اتغيرت، ما بقتش زي الاول، اصعبت الى يعني على يعني مش على كل الاطفال طبعا، في اطفال ما شاء الله عليهم، بس على يعني فئه كبيره المناهج صعبه. طيب ما بقاش ينفع التلقين والحفظ. منهج جولي فونكس يعني بيخاطب الفهم اكتر. منهج جولي فونكس ده لو انا هعرفه طبعا، هو يعني تبع الصوتيات اكتر من اسامي الحروف، بيعتمد على الصوتيات اكتر من الاسامي الحروف زي ما كنا زمان. عباره برضو عن سبع مجموعات، بنقسم عندنا سبع مجموعات وبعدين مجموعتين تانيين. هو منهج جميل جدا، وتسمى جولي فونكس على اسم اللي هو عامل الكتاب، اسمه كريس جولي. هو جمع لها بقى كل الافكار دي في كتاب وهي سمته على اسمه. فهو منهج جميل جدا، بيعتمد على الفهم اكتر من الحفظ والتلقين، ومنهج ميسر جدا للطفل، حقق استجابه عاليه جدا بالنسبه للاطفال. فهو جولي فونكس جميل جدا. لو هتكلم بقى على اللغه العربيه، طبعا برضو كنا ماشيين زمان على التلقين والحفظ. الميس في الفصل تقعد تقول، كانت المناهج مبسطه بصراحه، فكانت تقعد تقول الكلمه ونقول وراها فنحفظها، نحفظ شكلها. لا دلوقتي احنا برضو المناهج صعبه، ما بقاش ينفع التلقين والحفظ. دلوقتي التاسيس بقى يعتمد على الفهم اكتر. من خلال ايه بقى؟ من خلال دلوقتي انا دلوقتي اتعلم الحروف، بعد كده اشكالها، بعد كده حركاتها، بعد كده بكون اللفظ، الكلمة عن طريق الاستهجاء وليس حفظ الكلمة. الاستهجاء طبعا، بس بمعنى بس هاج الكلمة حرف، يعني حرف حرف وبعدين أركب اللفظ، مش مجرد بحفظ شكلها، بحفظ يعني بركب الكلمة حرف بركب حرف حرف، فاهماها؟ يعني أنا فاهمة دلوقتي الكلمة، برتب حرف حرف لحد ما بوصل للكلمة، مش مجرد بحفظ الكلمة كشكل. فده برضو من الوسائل السليمة للتأسيس، لأن برضو في ناس ما زالت ماشية على التلقين والحفظ للأسف. جددوا لنا المناهج بس بيعتمدوا أكتر على ما وجهوش الضوء على التأسيس السليم. لا، التأسيس السليم دلوقتي بيعتمد على الفهم أكتر من التلقين والحفظ. طيب أستاذة غادة، لو جينا اتكلمنا عن
مده التاسيس وعمر التاسيس؟ يعني انا اسس طفلي من سن كام تقريبا، او سن المناسب للتاسيس؟ السن المناسب للتاسيس، انا عايزه برضو اتكلم في النقطه دي. السن المناسب للتاسيس هو المفروض 4 سنين، 5 سنين، 6 سنين، 7 سنين، 8 سنين. طيب انا هو ليت امر او ام ما اسستش ابني في السن ده او في العمر ده، خلاص كده ما ينفعش اسسه؟ لا طبعا، ابني دلوقتي كبير، تعالي اسسي عادي جدا. التاسيس بالنسبه لنا مش بيعتمد على سن معين، هو الافضل السن الصغير. بس لو انا دلوقتي ما عرفتش اسسه في السن الصغير اعمل ايه؟ طيب تعالي اسسي عادي جدا. التاسيس بالنسبه لي هو مش مرتبط بسن معين او بعمر معين، التاسيس حاله، زي بالظبط في طفل صغير بيجي له دور برد وفي حد كبير بيجي له دور برد، ده دور برد وده دور برد. في طفل صغير بيكون متاسس، في حد كبير مش بيكون متاسس، والصغير بيكون اشطر من الكبير، فهو مش مرتبط بعمر معين. الكبير يجي يتاسس، يعني انا ممكن اسس في اي وقت، في اي وقت، يعني بس الافضل ضاعت يعني. الافضل 4 سنين، 5 سنين، 6 سنين، 7 سنين، طبعا ده الافضل. بس مش معنى كده ان خلاص خلاص راحت عليا ما ينفعش. يعني انا كأم لو حسيت ان ابني محتاج تاسيس في اي مرحله عمريه، في اي مرحله عمريه نعوض دوت؟ طبعا طبعا طبعا، مش خلاص بقى. ما هو المشكله ان في اولياء امور كتير جدا مغيب عنهم مرحله التاسيس، للاسف يجي ابنها مش عارف يواكب المناهج الدراسيه، مش عارف يتعامل معاها، وهي مش فاهمه في ايه يا جماعه، انا مش عارفه ابني ايه مشكلته. فانا بقول لحضرتك بيقعد معايا، لا هو مش متاسس يا جماعه، صح، فهي مرحله، دي اهم مرحله في الرحله الدراسيه بالنسبه للطالب. بالظبط، اهم مرحله التاسيس، هو ده اللي بنبني عليه كل حاجه بعد كده. طيب لو قلنا ازاي احنا نتفادى الطرق الغلط للتاسيس؟ جميل قوي، ازاي نتفادى الطرق الغلط للتاسيس؟ نتكلم على اللغه الانجليزيه. انا هقسمها لك بقى الاول اللغه الانجليزيه وبعدين اللغه العربيه او العكس عادي. اللغه الانجليزيه اوقات الطفل بيجي لي بيكتب لي الحروف مثلا بشكل معاكس، تيجي مامته تقول لي طب وايه يعني، ندخل بقى على اللي بعده عشان نخلص. اقول لها ازاي؟ التاسيس بالنسبه لي حلقات، لو حصل خلل في حلقه خلاص التاسيس انهار. لا، مرحله الحروف دي اهم مرحله ممكن تمر بالنسبه للحياه الدراسيه او في الرحله الدراسيه، لازم ما اتفادى، يعني لازم اتفادى اي خلل فيها او اي خطا فيها. لا، الحرف لو بيكتبوا لي بشكل معاكس اقعدي شعري فيه عادي لحد ما يظبط معايا، مش مهم معاي. الوقت، مش مهم الوقت، مش مهم تخليني الحاجه فهمتها. ايوه صح. طبعا لازم، لان ده الاساس بتاعنا، بعد كده كل حاجه هتبقى سهله، كل حاجه هتتلم عادي، مفيش مشكله. في حاجه تانية كمان بالنسبه برضو للغه الانجليزيه، الصوتيات. في طفل برضو مش عارف ان هو الصوتيات يجيبها صح، هو بينطق اصلا الكلمه غلط طبعا، لان دلوقتي غلط. ايوه طبعا، ما هو دلوقتي الكلمه معانا معتمده على الصوتيات، مش اسم بقى الحرف زي زمان. احنا دلوقتي بنتكلم عن منهج معين، الصوتيات، مش عارف الصوتيات، فكده الكلمه هتتنطق غلط. فلازم برضو مرحله الصوتيات مرحله مهمه للغايه. في حاجه تانية بقى انا اللي لاحظتها بالنسبه للاطفال، بيقعد قدامي انا في شغلي بجيب الكلمه بعمل لها 1 2 3. طيب إيه؟ كتبنا، قلنا، سمعنا، كتبنا، قلنا، سمعنا، كتبنا. انا دايما اقول لطفلي كده، انت يعني ننطق الاول، ننطق الاول بعدين نسمع وبعدين نكتب. نسمع وبعدين نكتب. الحرف رقم 1 مش انت نطقته، سمعته، اكتب الحرف رقم 1. انا الكلمه بجزئها بالبطيء. طيب الحرف رقم 2 مش انت نطقته، سمعته، اكتبه، وهكذا. الحرف رقم 3 في بقى مشكله بتظهر بالنسبه للطفل، يكتب لك الحرف رقم 3 مكان الحرف رقم 2، يعني الترتيب بيكون عنده مش مظبوط. الترتيب مش مظبوط، بس السبب ايه؟ بسبب انه مش بينطق، بيسمع، بيكتب. فانا برتبها له بالطريقه دي، جابت معايا. انت عايزه يستخدم اكتر من حاسه مع بعض. بالظبط كده، جابت بصراحه، حققت معايا نجاح رهيب. انا بقت الكلمه معايا بجزئها بالبطيء، وبقول للطفل هناخد الكلمه كده نفصصها، بمعنى البلدي بتاعنا هنفصصها، هتنطق، هتسمع، هتكتب. طيب ما نطقتش، ما سمعتش، ما تكتبش. مره في مره بنسرع، مره في مره بيجيب الكلمه صح. حلو جدا. طب ده بالنسبه للانجليزي. العربي، العربي العربي بقى عايزين بقى نتكلم بشكل مستفاض.
لان يعني العربي بالذات قابلني حالات كتير لا مش عارفه تقرا وتكتب وبيكبر معاها. وده اساس كل حاجه يعني. انا طبعاً. مش عارف اي ماده اذا ما كنتش بعرف اكتب كويس واقرا كويس. وبعدين هو ايه الفرق بين الانسان المتعلم والانسان اللي مش متعلم؟ القراءه والكتابه صح. طبعا برضو الحروف لازم تتكتب بشكل سليم، بيكتبوها لي بشكل معاكس، ما ينفعش ان انا اعدي اول مرحله الا ما يتقن مرحله الحروف بشكل يعني. انا بقول الكلام ده لاولياء الامور، لازم ابنك يتعلم الحروف بشكل اتقان سليم جدا 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 جدا. يعني مش مهم الوقت، اهم مش حاجه مهم أنا الوقت. المرحله دي وانا بقرا كويس. اقول لحضرتك على حاجه، التاسيس لو اتعطى باتقان كل حاجه هتبقى سهله. انا بقول لك اهو على ضمانتي الشخصيه، لو التاسيس اتعطى صح واخد وقته صح، لان الاستجابات بتختلف، كل حاجه بعد كده في الدراسه والله هتبقى سهله في كل المواد. يعني حتى الطلبه او الاطفال بيختلف قدراتهم، يعني طبعا ممكن استيعابهم بيختلف من طفل. طبعا طبعا. فمش مهم الوقت، اهم حاجه انه يخرج من المرحله دي وهو مستوعب بالظبط كده المعلومات اللي المفروض ياخدها في المرحله بالظبط كده. بعد كده كل حاجه هتبقى سهله، وده شيء على ضمانتي الشخصيه. في حاجه كمان قابلتني بالنسبه للاطفال، الفرق بين الحركات القصيره والحركات الطويله. بمعنى؟ بمعنى الفرق، الحركات القصيره اللي هي الفتحه الكسره الضمه، الحركات الطويله اللي هي المدود، مد بالالف، مد بالياء، مد بالواو. انا مش عايزه اقول لك الاطفال بيغلطوا فيها، ده اللي قدي بيغلطوا فيها والله اكبر مني. طب الاساس ايه؟ الاساس كان غلط. طيب بيجي لي يعمل ايه؟ يكتب لي مثلا الحركه القصيره يكتبها لي بمد، يكتب لي المد حركه قصيره، مد بالالف يكتبه لي فتحه، فتحه يكتبه لي مد بالالف، وهكذا ضم بالضمه. ده بيأثر على كل الكلام تقريبا. بيأثر على كل الكلام. انا في ناس كبيره بشيت معاها على النت غلطات املائيه، انا بتحرج اقول لهم اساسي. فعلا ده طبعا. يعني اغلب المنشورات على الفيسبوك بتلاقي كده. انا اكتشفت طبعا. طبعا. طب الحل ايه؟ انا بجيب كده قلم واعمل دايره على الجزئيه دي او الحلقه دي، لان انا بالنسبه لي انا بعمل حلقات. حلقات. الحلقه دي كده بعمل دايره عليها وببص كده للطفل او للطالب، لان بيجي لي كبار بصراحه المرحله دي بتبقى صعبه عليهم. بقول له هقول لك على حاجه، تيجي نعمل الفتحه سقفه والمد سقفتين فاقصر، اعمل الحركه القصيره بمده والمد بمده، وفرق المدد الزمنيه ما بينهم وما بين بعض. الفتحه مثلا سقفه، المد بالالف طب عرفتي تفرقي ولا ما عرفتيش؟ عرفنا الفرق ما بين الحركه القصيره الفتح وما بين المد بالالف، وهكذا في حركه الضم والمد بالواو، او حركه الكسر والمد بالياء. اللي هي وسيله التعليم بقى، حضرتك بتديله وسيله. وسيله وسيله لتفادي الخطا. في الحلقه بتاعتي دي اما جيت عملته بالطريقه دي بصراحه حقق نجاح جدا. الطفل بقى يفرق لي ما بين حركات القصيره وما بين المدود بطريق الوقت، المده الزمنيه. اقول له دلوقتي الزمن ده عمل سقفه ولا سقفتين؟ يقول لي سقفتين، يبقى ده مد. مع الممارسه الطفل بيتعود. احنا طبعا والوقت اكيد والوقت بتعود. الطفل بيتعود، ما احنا بنبتديها بالبطيء. بعد كده مع الممارسه الطفل بيتعود وبتبقى سهله بالنسبه له. بس اهم حاجه احنا بنهنها على ايه؟ على الوقت. احنا بنينا ده وقته ايه وده وقته ايه. الوقت عرف الطفل عرف يفرق ما بين الحركات. حركه بسيطه قدر يميز الوقت. قدر يميز الوقت، قدر يميز الحركات القصيره وما بين الحركه القصيره والمدود. وده فعلا اللي يعني بيفرق ما بين معلم ومعلم، اللي هو حابب مهنته وبيبدع فيها وبيبتكر في طرق التاسيس وطرق التعليم. طبعا. غير طبعا اللي بياخدها وظيفه مش فارق معاه نفسيه الطفل ولا الوسيله اللي بيقدمه بيها عشان يحصل يعني او يحصد احسن نتيجه. فعلا. طيب بما ان حضرتك معلمه انجليزي يا استاذه غاده، لو اتكلمنا بقى عن اهميه اللغه الانجليزيه. اهميه اللغه الانجليزيه، طبعا اللغه الانجليزيه مهمه في حياتنا جدا وضروريه جدا، مش بالنسبه للطفل بس. اللغه الانجليزيه مهمه لينا كلنا، لان هي لغه العمل، هي لغه العصر، هي لغه التكنولوجيا، هي لغه التعامل. انا دلوقتي اما طفلي عايزه مستقبله يبقى باهر، عايزاه يبني مستقبله صح، لاننا في حلقه لا متناهيه من التنافس المهني. فانا دلوقتي اما حضرتك بتروحي شركه في وقتنا الحالي، اول سؤال بيتسال في السي في ايه؟ تعرف انجليزي؟ بتعرف انجليزي؟
طيب اه بعرف، جميل، انت كده بقيتي جميله، نبتدي بقى نتكلم. طيب ما اعرفش، لا اتفضلي. هي دي البدايه، هي دي البدايه، يعني ومفيش يعني، وعلى ما اعتقد ان مفيش شركه دلوقتي او مفيش مجال عمل ينفع فيه حد او موظف او عامل مش بيتكلم بالانجليش، يعني لازم اللغه الانجليزيه دي اساس معانا. فانا دلوقتي طفلي انا عايزه ابنيه صح، ابني مستقبله صح، ولازم يتعلم انجليزي، لازم اعلمه انجليزي علشان مستقبله، علشان تعامله، علشان يبقى مميز. حتى التعامل العادي لو انت بتفتحي على الفيسبوك او تويتر او أيوة اي حاجه. ايوه طبعا، ايوه طبعا، التكنولوجيا اتغيرت. طيب تعلم اللغه الانجليزيه، ايه افضل فئه عمريه او ايه افضل فئه للاستجابه بالنسبه للطفل من سن 6 سنوات لحد 13 سنه؟ يعني لو انا يعني عديت المرحله دي صعبه اتعلم انجليزي؟ لا مش صعب، مش صعب، مفيش حاجة صعبة، بس مش هيبقى زي ما بين 6 سنوات لحد 13 سنة. ده استيعاب للغة، استيعاب للغة بيكون أفضل بكتير، ودي دراسات اتعملت على كده، يعني دي دراسات علمية، ده مش كلامي. ما بين 6 سنوات ل 13 سنة لازم، مش لازم طبعا، الطفل بيكون أفضل في الاستجابة اللغة، في الاستيعاب أصلا، في الاستيعاب وفي اللغة. العقل تركيبه كده. بعد كده طبعا مفيش حاجه صعبه، بس الافضل. طيب بما انك اتكلمنا عن اللغه الانجليزيه ومشكله بيعاني منها اطفال كتيره جدا، وحتى بعيدا عن الاطفال كلنا بنعاني من نسيان اللغه، يعني لو انا مارست اللغه شويه وبعدين شويه بعدت عنها فبنساها، ايه الطريقه اللي تنصحي بيها عشان انا او الطفل او اي حد بيتكلم لغه انجليزيه وسابها فتره ما ينساهاش؟ جميل قوي. طيب ممكن نوتس صغيره هديها لابني، ايوه، وقلمك هيبقى معاك طول اليوم. انا بنتي بقول لها كده، النهارده هاخد 4 كلمات هكتبهم في النوتس بتاعتي، اخر اليوم هتبص لها 10 دقايق، معايا ديكشنري النطق هتسمعهم، تمام، هتوظفهم في يومها، هتوظفهم في حياتها، يعني هي اما تيجي تتكلم معايا هتدخل الكلمات دي، يعني هتوظفهم في حياتها. الكلام توظيف يومي، ايوه طبعا، يعني الكلام ابدا اتعامل بيه مع ماما تتعامل بيه معايا، او طبعا وانا اتعامل بيه معاها. طيب تاني يوم هكذا، تالت يوم هكذا، ربع يوم هكذا، وبرده بمسك زي نص كده برده واكتب، بستخدم حاسه الكتابه، بستخدم حاسه السمع في الدكشنري النطق، بستخدم حاسه النظر، يعني انا دلوقتي حاسه البصر، حاسه الكتابه، حاسه السمع معايا اهو، انا شغاله بكل الحواس. طبعا الذاكره بتنشط وبوظفها في حياتي اليوميه، يوم ورا يوم، اخر الشهر هتعمل مراجعه تامه على جميع الكلمات دي وموظفاها في حياتها اليوميه، والمامي بتاعتها موظفاها، ومع اصدقائها، ومع طبعا اطفالنا على طول في النت طبعا، ده بدل ما بتقعدوا مثلا وظفوا كلمات مع بعض، انت والجروب مع اصحابك، انا النهارده اخدت كلمه كذا، تعين دخلها في جمل. طب هو كده هينساها؟ هينسى الانجليش؟ يعني الممارسه اكيد، الممارسه، الممارسه، وبنستخدم حواسنا كلها في مذاكره الانجليش، مش هقول بقى مذاكره علشان أن الحاجه المفروضه دايما ممنوعه. هي اللغه بالذات يعني جمالها ان ممكن ما تكونش مذاكره قد ما أيوة. هي لغه تعامل. ايوه، اقول لها اتعاملي بيها مع اصحابك، اتعاملي بيها معايا، اتعاملي بيها مع بابا، اتعاملي بيها في حياتك. طبعا لما اجي اديها لها كده، غير انا اقول لها ذاكري، امسكي نوتس كده اكتبيها، اخر الشهر نشوفه كده، بيتي بنت اجنبيه. تمام تمام. شكرا يا استاذه غاده، الحقيقه استفدنا جدا من الحلقه، وكانت حلقه مميزه جدا بوجودك، والحقيقه خلصت بسرعه جدا، بشكرك جدا على وجودك معايا. انا اتشرفت جدا بحضرتك وسعيده يعني بمقابله حضرتك جدا، ودي اضافه كبيره جدا ليا. شكرا يا استاذه غاده، شكرا. اعزائي المشاهدين اسمحوا لي بس قبل ما اختم الحلقه اهني زميلنا الاعلامي الاستاذ ايمن عصام مقدم برنامج الحياه وما فيها على بمناسبه عيد ميلاده، كل سنه وانت طيب يا ايمن، وان شاء الله دايما ناجح ومتميز. اعزائي المشاهدين كنت معكم انا رشا حافظ وبرنامج مع كل الناس، دمتم في رعايه الله وامنه.